شوي نقضي على أمورك الشخصية، لكن مو كلش. تتمنى أنه يوم من الأيام يقولوا لك أبو البنات، اي طبعا أبو لحد الان كلثوم؟ اي انا احب البنات جدا، يعني اتمنى حتى يعني حفيدتي من حيدر ان شاء الله تجيني بنيه اشوفها. منتظرها؟ اي اذا انا احبهم كلش، يعني احب بنات اخويا، يعني عندي بنات اخو رائعات، هبه و يعني حسب الكبر يعني، وأسيل يعني، رسول بنات إخواني يعني، خاف تزعل يزعلن الباقيات يعني، بنات خواتي كلش أحبهم، فكنت أتمنى يكون عندي بنية يعني. وأيضا كنت تتمنى يكونون عنده خوات حقيقيات، عندي يعني خوات أنا، عنده خوات عندي برضاعة. خوات من أبويا، ها، من عندي أبو. بالرضاعة، وعندي أخوات من أبويا، عندي أختي الله يطول بعمرها فاطمة أكبرنا يعني، قبلها فضيلة توفت، وبعدين فوزية أيضا متوفية، وربيعة ونعيمة، ذني أخواتي يسكنن الآن في أماكن متفرقة يعني، في بغداد، في كربلاء، في يمكن يعني. هاي البيئة افتقدناها، هاي بيئة الجورة. يعني أنت والدتك الله يرحمها كانت يعني مرضعة بنات المنطقة، أكيد وهذه الجورة هي وهذا سعاد وأخوات سعاد وسناء ومنال الله يرحمها، الأربعة، إيه ذولا وأمل يعني، ذولا أخواتي بالرضاعة يعني. هذا شيء يعني يمكن ما أني نقول افتقدناه 100%، لكن افتقدناه بشكل أي أني كبير جدا. أني أعتبره في شيء حنين إلى قلبي يعني.